مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة داليا محمد مدرسة لغة عربية بمدرسة مودرن فيوتشر للغات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على درس من دروس الثوابت العربية، والدرس بتاعنا بعنوان النعت. عايزة أعرف الأول يعني إيه النعت؟ بالمناسبة عايزة أقول لكم إن النعت بيتبع ما قبله في الإعراب، يعني هو ملوش إعراب ثابت، هو بياخد الإعراب بتاعه من الكلمة اللي قبليه، علشان كده بقول يتبع ما قبله في الإعراب. طيب إيه هو النعت ده عبارة عن إيه؟ قال لي النعت عبارة عن اسم يوضح صفة في اسم قبله يسمى المنعوت، يعني النعت بتاعي ده بيوضح الصفة اللي في الاسم اللي قبليه اللي هو إيه؟ اللي هو المنعوت. طيب في طريقتين بعرف بيهم النعت، والطريقتين أسهل من بعض، إيه هما؟ أول حاجة لما يجي لي اسم نكرة وراه اسم نكرة، وخلي بالك من حاجة إن النعت زي ما احنا لسه قايلين ان هو اسم، يعني ما ينفعش يجي فعل خالص، فاذا اسم نكره وراء اسم نكره تاني هيديني نعت. طب تعالوا نشوف كده في المثال، بيقول لي هذا طالب مجتهد، طبعا دي جمله اسميه، هذا اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، طالب خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، ومجتهد هي نعت او صفه مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب ليه انا قلت نعت؟ لانه بيبين صفة الطالب، الطالب ده صفته ايه؟ قال لي طالب مجتهد، اذا كلمة مجتهد دي نعت. طب اعرابها ازاي؟ احنا لسه قايلين بيتبع ما قبله في الاعراب، يعني لو اللي قبليه ده مرفوع هيبقى هو ايه؟ مرفوع، لو اللي قبله في محل نصب او منصوب هيكون منصوب، لو اللي قبله مجرور او في محل جر هيبقى مجرور، يبقى اذا هنا كلمة مجتهد هي نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وناخد بالنا من حاجة، ادي اسم نكرة اللي هو طالب وراه اسم نكرة تانية اللي هو مجتهد. طيب قال لي اسم معرفة وراء اسم معرفة، يعني ايه معرفة؟ معرفة يعني كلمة معرفة بالالف واللام، لما اقول مثلا المعلم الفاضل يحترمه الناس، طيب ادي كلمة المعلم هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الفاضل هي كلمة الفاضل عرفت منين انها نعت؟ لان هي بتبين صفة المعلم، المعلم صفته ايه؟ هو معلم فاضل، اذا كلمة الفاضل هي نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب ليه قلت نعت مرفوع؟ لان المنعوت بتاعي هنا ايه؟ مرفوع اللي هو المعلم. طب مثال صغير كده وهسيبكم تفكروا فيه شوية، بيقول لي شاهدت اثارنا الخالدة، بيقول لي استخرج النعت. طيب واحد يقول لي اولا دي جمله فعليه، مش حضرتك لسه قايله ان النعت ده لازم يبقى اسم؟ وطبعا ما انا مش شرط اقول على الفعل ده هو النعت، لا دي جمله فعليه عادي خالص، شاهد فعل ماضي مبني على الفتح، التاء هنا تاء الفاعل، شاهدت انا، شاهدت ايه؟ قال لي شاهدت اثارنا، خلي بالك ان كلمه اثارنا هنا معرفه بالضمير يعني معرفه، طب ايه اللي خلاها معرفه؟ علشان اضيفت الى الضمير اثارنا. مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. شاهدت آثارنا الخالدة، شاهد هي فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هنا تاء الفاعل، آثارنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الخالدة هنا هي نعت منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة، إذا كلمة الخالدة هنا نعت. طب عرفت منين انها نعت؟ علشان بتبين صفة الايه؟ صفة الاثار، وخلي بالك ان كلمة اثار هنا هي مضافة الى الضمير، فبالتالي هتكون معرفة، فعندي اسم معرفة واسم معرفة هيديني ايه؟ نعت اللي انا لسه قايلة عليه. طيب نخلي بالنا علشان ما نتلخبطش في النعت ده تاني، وان شاء الله هنكمل مع بعض بقية الثوابت العربية، انتظروني في فيديوهات تانية ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق.